السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متتبعين شيوات ام العربي. غادي نوجدوا مع بعضياتنا اليوم واحد الحلوه دوازتاي، فكتجي سهله بسيطه وما كتاخذش الوقت بزاف، يعني سريعه دغيا نوجدوها في 10 دقائق كتكون واجده. فلهاد المكونات غادي نحتاجوا 250 غرام ديال الزبده مع 80 مليلتر ديال زيت المائده، اي المهم نص كاس، زيدوا عليه واحد المعلقه، نص كيس ديال خميره الحلوه 4 غرام، 90 غرام ديال السكر كلاصي، بيضه وشويه ديال الروح ديال الفاني، وهنا 500 غرام ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات زائد جوج معالق. فهادو هما المكونات ديال العجين. وغادي نحتاجوا طبعا المكونات ديال الحشوه، كيف كتشوفوا هاد الدوازتاي كيف شفتوه في الصور. فاول حاجه غادي ناخذ القصريه ديالنا، ودائما الزبده تكون في درجه حراره المطبخ، حتى دابا راه الصهد يعني واخا تكوني انت ما دايرهاش يعني كتكون هي اصلا دايبه. هنا استعملت غير اللذه، ممكن تستعملوا الزبده ديال البواطه، زبده العبار، اللي بغيتو نتومايا. فانا درت اللي متوفر عندي، فبزاف اللي طلبوا مني وصفات ديال دوازاتاي، وحنا كنقولوا هذا عيد اللحم ماشي عيد الحلوة، لكن كيبقى انك ملي كتبغي تعمري واحد الكويز ديالاتاي وتحطي الصوينية ضروري من شوية ديال الكروس وشوية ديال الدوازاتاي، غير ساهلين وبساطة في المتناول الجميع. هنا درت السكر كلاصي، درت معاه الزبدة، غادي ندير شوية الروح ديال الفاني، ممكن تستعملوا واحد جوج كيس ديال السكر فاني، انا هنا درتها بالنكهة ديال الفاني. وغادي نخلطهم مزيان مع بعضياتهم، يعني تولي عندي واحد الكريمه. ودائما كنصح الزبده تكون بوماد، يعني في درجه حراره المطبخ ديالنا، باش دغيا هاتو كي كتشوفوا دغيا تذوب معانا وتنسجم مع السكر الثقيل. غادي نضيف ليه 80 مليلتر ديال زيت المائده، قلت لكم كاس، وزيدوا عليه واحد المعلقه كبيره، نص كاس عفوا، كاس راه هو 150 مليلتر. غادي نخدمهم مزيان، فهنا غادي نضيف بيضة، وطبعا الدقيق راه معاه وديك القبيصة ديال الملحة. هنا هاد نص كيس ديال خميرة الحلوة 4 غرام، وغادي نبدا نضيف هذاك الدقيق ديالنا، يعني كتكون العجينة بحال صابلي، يعني راه عجينه تقريبا ديال صابلي. غادي نضيف داك الدقيق، نجمع به ديك الزبده، صافي غادي نبقى نجمعها بحال هكايا، ما غنزيدش الدقيق لان هذاك الدقيق كافي بالنسبه لي انا. انتما كتجمعوها حتى كتولي بحال عجينه ديال الصابلي، رطبه في اليد رطبه، لكن مني كنقيسها بصبعاني ما كتلصقش. انا مازال دابا كنجمع فيها، على هذا الشكل هنا كيف كتشوفوا. من بعد ما جمعتها فهذا هو
شكلها. فدابا غادي نغطيها وغنخليها على جنب وغادي ندوزو نوجدو الحشوه ديالنا. فدابا غادي ندوزو للحشوه. كحشوه غادي نحتاجو شويه ديال المربى ديال المشمش، تقريبا شي جوج معالق على حساب اللي غيخلط ليا هاد العجين ديالنا. ضروري من المربى ديال المشمش، والمربى ديال المشمش يكون هذاك المعلك، يعني كيكون معلك وزوين. فغادي نحتاجو شويه ديال الروح ديال الزهر، وغادي نحتاج هنا غادي ندويو هنا عندي 50 غرام ديال الزبيب اللي هكا فرششته شويه، 50 غرام ها هي. وهنا عندي شويه ديال اللوز وشويه نوريكم انا يا راه طحنوا ليا شويه منيلين معليش، فدرت شويه ديال القرقاع وشويه ديال اللوز وشويه ديال الزنجلان. فاللي ما عندوش هاد المكونات يكتفي فقط، انا كنحضر معاكم ولكن في نفس الوقت نعطيكم البديل. ما كاينش هاد الحشوه، غادي ناخذوا غير كاوكاو اللي غادي نسخنوه في الفران، ومن بعد غادي نخلطوه بنفس المكونات اللي درنا دابا. فغادي ناخذ الحشوه ديالنا غادي ندير فيها قطرات من روح الزهر، وممكن تعويضها بمعلقه ديال الزهر. انا ما عنديش الزهر سائل، فعندي غير الروح. هكا غندير قطره، وانتوما ديروا معلقه كبيره ديال الروح ديال الماء ديال الزهر عفوا. فغادي ناخذ المربى ديالنا ديال المشمش، وغادي ندير المعلقه الاولى وندير المعلقه الثانيه غير نصها نخلط، وغادي نشوف ما خصهاش تكون جاريه بزاف. غادي نخلطهم تولي عندي بحال العقده يعني نشكلها. صافي انا بانت ليا نزيد واحد شويه هاد نص معلقه يعني معلقه ونص، نتوما غديروا القياس اللي غادي يجمع لكم. فقط احتاجيت معلقه ونص ديال المربى ديال المشمش. صافي ها هي عرفتي ريحه الزهر مع هاد المكسرات ولا كونفيتور تتجي غزاله بزاف. كيف قلت لكم اللي ما عندوش هاد الحشوه الخليط ديال المكسرات 100 غرام، 100 غرام فيها لوز وقرقاع وزنجلان، و50 غرام ديال الزبيب. اللي ما عندوش غيدير 50 غرام ديال الزبيب و100 غرام ديال الكاوكاو اللي مجروش يعني مطحون شويه غليظ، ونخلطوه بالكونفيتور والزهر. فهنا كيف كتشوفوا غادي ناخذوا العجين ديالنا غادي نقسمها. بحال هكا كويرات على هذا الشكل، وغادي ناخذ الكويره ديالي. غادي ناخذ شويه ديال الزنجلان، ممكن تفندوها في الزنجلان كيف ممكن ديروا غير السكر سنيده وهو تفندو فيه الحليوه ديالنا. فهنا كيف كتشوفوا غادي ناخذ الحربول ديالي وغادي نحاول هكا نحربلو في الزنجلان. فممكن ديروا حتى في الزنجلان ابيض، انا الزنجلان ابيض تقاد عليا فكيجي حتى هو زوين فيها، او لا ما بغيتوش الزنجلان ممكن ديرو غير سميتو غير سكر سنيده. فهنا غناخد دلاك كيف كتشوفوا غادي نحطو عليها بحال هكا، وغادي باش ندير الحشوه على هذا الشكل. ممكن ديروها غير بصبعانكم على هذا الشكل، شوفوا ساهله ودغيا كتوجد البنات. يعني غير الحشوه اللي غتجيكم شويه الا ما عندكمش هذوك المكسرات، راه قلت لكم عوضوها بكاوكاو. فغادي ناخذ الحشوه ديالي هانتو وغادي نحاول نديرها هنا. صافي ونسرحها على هذا العجين، راه كتجي غزاله والمذاق رائع. بغيتكم تجربوها وتردوا عليا بحال حلوه الساقيه، مي هذه شكل اخر
في الحشوه. فممكن عاوتاني الا ما بغيناش نديروا المكسرات ممكن نديروا لها هكا ندخلوها الطيب، ولكن ملي تخرج عاد نديروا المربى ونقطعوها نعمروها عاوتاني غير بالكونفيتور، حتى هي كتجي رائعه بزاف. على هذا الشكل حتى نكمل ها هي نسرحها فيها مزيان نبسطها صافي. غادي نجيب قطعها دابا غادي نبدا نقطع. فهنا من بعد ما صوبتها كنقادها من الجناب على هذا الشكل، وغادي ناخذ هذه القطعه اللي كتكون مسننه وغادي نبدا نقطع دوازتاي فهمتوا. يجي على هذا الشكل مباشره. غادي نستفو الطاوه اللي غتدخل الفران نهزو ونستفو في الطاوه اللي غتدخل الفران. فهنا كيف كتشوفوا غادي نكمل العمليه الكويرات اللي عندي كاملين. فممكن انا غندير جوج كويرات بزنجلان وجوج كويرات غنديرهم في السكر، لانه حتى هو كيعطيهم واحد تقرميشه السكر زوينين بزاف، ولكن ديال السكر غادي نعمرهم انا غادي نقدر باش ننوع فيه كطبيصيل نوجدوه غادي ندير فيهم تقريبا في المربى. ندوزو للشكل الثاني اللي قلت لكم غنديرو بالسكر. فغادي نحاول ندير هنا شويه ديال السكر سنيده وغادي نحربل فيه هاد الحرابل ديولنا وغادي نفرغهم من الداخل على شكل ساقيه، ولكن ما غاديش نقطعهم غادي ندخلهم يطيبوا هكا حرابل حتى وكان يطيبوا عاد من يخرجوا نقطعوهم بحال هكايا ونعمر من يخرجوا نعمروهم بالكونفيتور ونطيبوهم. عفوا نطيبوهم منين نطيبوهم نخرجوهم نعمروهم بالمربى ونقطعوهم. هانتو غادي نضغط ثاني هذه الطريقه السهله ديال المدلكه احسن من الصبع وتبقى خدامه يعني بيدك، فهذه كتعطينا نفس عبار واحد هانتو نقادها. وغادي نهز هذا الحربول وغادي نديرو في الطاوله اللي غتدخل الفران نفس الطريقه لهذا وغنتلاقاو باش ندويو على طريقه الطياب. بالنسبه للحلوه ديالنا مني خرجت من الفران كيف شفتوا عمرت لها داك الفراغ بالمربى. غادي نعمرها الاخرى قدامكم خليتها كناخذ غير شويه المربى وكنديرو يعني بغيتو ديروه ديال الفخيز بغيتو ديروه ديال المشماش اللي بغيتو. عرفتوا العجين كي دايره البنات بغيتكم تجربوها هذه وتردوا عليا الخبر لانها
رائعه بزاف بزاف. فبالنسبه لهذه اللي فنتها في السكر كلاصي درت لها المربى، وغادي ناخذ شويه ديال اللوز مهرمش وغنديرو فوق منها بحال هكا على هذا الشكل، وغادي ناخذ سكين وغادي نبدا نقطع فيها. ممكن ديروا اللوز ايفيلي، ممكن انا قديت باللي متوفر عندي. محمر طبعا باش يجي ديك التقرميشه، وهذا ديال السكر جا غزال بزاف. فدابا غادي ناخذ واحد السكين وغادي نبدا نقطع فيه هكا قياس اللي بغيت. بالنسبه للمبتدئات اللي خافوا ولا عاودي تهرس لهم ولا شي حاجه، ممكن يقطعوه وعادي يديروه في الفران. العجينه رائعه بزاف ما غتكرفصكمش، هانتو هانتو كي كيجي غزال بزاف بزاف. هذا بالنسبه لديال المربى. بالنسبه لديال اللي عمرته بالحشوه فهو كيجي على هذا الشكل، بنين 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 واحد الدرجه ما تتصورش البنات. فهو كيف كيجي اشنو غادي ندير؟ غادي ناخذ شويه سكر كلاصي، غادي ندير واحد الرشيشه خفيفه صافي، وغادي نديرو في الطبق وغادي نقدموه بالصحه والراحه. هو دوازتي ديالنا ديال اليوم اللي وجدت معكم، فنتمنى يروقكم وينال الرضا ديالكم وتجربوه. وما تنساونيش من لايك الفيديو، نسيت فما دويتش معكم على الطريقه ديال الطياب البنات. فالطريقه سهله، الا كان فران ديال الضو غادي نشعلوا الفران على 180 درجه، العافيه تكون شاعله غير من التحت، نخليو اللاطه ديالنا طيب حتى يتحمر لنا، وخصو يطيب على المهل ديالو بحال طريقه طياب الصابلي باش يجينا طيب حتى من الداخل. فهاد هاد دوازتي تيجي مرمل زوين، يعني مني كتعضيه القرمشه من برا، ولكن مني كتبداي تاكلي فيه من الداخل كيدوب في الفم. فما تنساونيش من لايك الفيديو، اشتركوا بالقناه ديالي قناه شيوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. بالنسبه للحشوه اللي ما بغاش يدير هاد الحشوه كيف قلت في الفيديو، يكتفي فقط بالفول السوداني اولا الكاوكاو، اللي غير يصهدوا شويه ويخلطوا مع الكونفيتور والزهر ويديروا كعقده، او اللي ما بغاش كاع يكتفي غير بالمربى، وممكن يدير مربى الفخاز مربى مشماش وهكا، وتحطوه بلاطو فاغيي غير غير معمر غير بالمربى. فما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم، اللايكات ديالكم، بارطاجيو الوصفه مع الاهل والاحباب لتعم الفائده، ونتلاقاو في فيديو جديد بحول الله.